السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيها الأحباب الكرام، وقد مضينا 10 أيام من رمضان، مضت 10 أيام من رمضان. نسأل الله تعالى أن تكون هذه 10 الأوائل رحمة ونور وضياء. هذه 10 الأوائل مرت ولله الحمد في أجواء طيبة منذ أن بزغ هلال رمضان في مغربنا العزيز، الحمد لله. وفي الأمة الإسلامية قاطبة ماذا رأينا؟ رأينا إقبال الناس على الإيمان، رأينا إقبال الناس على الصلاة، رأينا إقبال الناس على الخير، رأينا تنفس العباد في الإحسان، ورأينا تنفسا في القرآن، ورأينا خيرا عظيما. فلله الحمد والمنة. كتقييم لل10 الأوائل من رمضان، مرت على أفضل حال، وهذا يقتضي منا أن نشكر المولى عز وجل الذي وفقنا لصيام هذه الأيام وقيام لياليها وتلاوة القرآن، وللجود والإحسان وللمبادرة، فلله الحمد. ثم لاحظنا بأن صحتنا تحسنت ولله الحمد، لأن رمضان باب الصحة، صوموا تصحوا. 10 أيام شعرنا بقوة متجددة وشباب متجدد، وشعرنا بقوة إضافية رغم قلة النوم، رغم الجوع والعطش، إنه لا يضعف بل يزيد قوة ويزيد صلابة ويزيد حماسا. في 10 الأوائل من رمضان نستحضر ذكرى غالية على المغاربة، وهي ذكرى وفاة أب الأمة المغربية باني المغرب ومحيي الاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس. فقد اعتاد المغاربة أنهم يحتفلون بذكرى وفاته في 10 من رمضان، وهذه مناسبة نستحضر أن بلدنا المغرب كان منذ حوالي 60 سنة تحت نير الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإسباني بل حتى والبريطاني في طنجة، وكانت هناك وضعية مزرية، كان الاستعمار يذهب خيرات البلد والناس كانوا مستضعفين، وربنا عز وجل وهب قائد البلاد أنذاك السلطان محمد الخامس، أعطاه القوة وأعطاه الله الصلابة رغم ضعف الإمكانيات، عنده قوة إيمانية روحانية، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستطاع بعزيمته وقوته أن يقف في وجه الاستعمار الأجنبي، وبمؤازرة رجال الدولة والقوى الوطنية في ذلك العهد استطعنا أن نطرد الاستعمار الفرنسي وأن نحصل على استقلال البلاد. وكلنا نستحضر خطاب طنجة لما قال فقيد الأمة والعرومة والإسلام محمد الخامس، ماذا قال؟ قال عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، سمى ذلك النضال وذلك العمل الجدي سماه جهاد أصغر. وما هو الجهاد الأكبر؟ قال محمد الخامس رحمه الله هو جهاد بناء الوطن، بناء التنمية، بناء الاقتصاد، محاربة الفقر، محاربة البطالة، محاربة الهشاشة. فكان رحمه الله تعالى صاحب رأي نوراني وفكر عظيم، وبدأ بطريق الوحدة، أشرك فيه شباب الأمة، وجعل ولي العهد آنذاك فقيد الأمة الحسن الثاني أول من يبدأ بحفر الأرض وشق الجيوب، وأعطى مثالا عظيما في الملك الرباني، الملك الصالح، الملك المؤمن، الملك الذي يحب شعبه والذي عنده رؤية مستقبلية تروم بناء وتجديد الوطن. فنسأل الله تعالى أن يتغمده بوسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يبعثه بجوار جده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما نسأل الله تعالى أن يتغمد بالرحمة والمغفرة والرضوان المغفور له الحسن الثاني الملك الباني. نسأل الله تعالى أن يجعله في أعلى عليين، ويجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا،
ونسأل المولى عز وجل أن يبارك في سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم يا رب ارزقه الصحة والعافية وارزقه المدد واشفه وعافه وداوه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وارزقه يا مولانا البطانة الصالحة التي تعينه على أمر الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقه لقضاء شؤون ومطالب هذا الشعب على ما تحبه وترضاه. اللهم أقر عينه بوليه المحبوب، ولي عهده المحبوب المولى الحسن، وأنبته نبتا حسنا، وشد أزره بصدوه الأمجد المولى الرشيد، وبكافة الأسرة الملكية الشريفة. ونسأل الله تعالى أن يحفظ الشعب المغربي قاطبة، وأن يرحم رجال الدولة المقاومين الأفداد الذين بذلوا الغالي والنفيس وضحوا بأموالهم ودمائهم من أجل استقلال وأمن وسلامة هذا البلد. اللهم جزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا رب ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وارزقنا اللهم يا ربي نورا وضياء ورزقا وفيرا وخيرا كثيرا ومحبة ومودة تجمع فيما بيننا. ووفق المسؤولين في هذا البلد الأمين لاتخاذ التدابير والإجراءات التي تكون في صالح أبناء هذا الشعب في السكن وفي التشغيل وفي الصحة وفي التمدرس وفي القضاء وفي العدل وفي الحياة الكريمة. اللهم أمين يا رب العالمين، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا تلاوة القرآن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من أهلك وخاصتك، واختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.